ترحيب بالأخوة الأعزاء كابتن تحرير الاتحاد الكابتن مدرب الأبطال. فابتداء أنا أهنيكم بصراحة بدون أي مجاملة، أهنيكم على الأداء اللي قدمتوه اللي أسعد كل أبناء الشعب العراقي. فعلا عندنا منتخب نفتخر فيه، مستوى متصاعد من الأداء، فريق متجانس، لعب حقق نتائج فوز في 3 مباريات، منتخبات مهمة فاز عليها، كابتن أيمن لحد الآن هو هداف بأهدافه المهمة. هذه كرة قدم، فوز وخسارة، لكن اللي شفناه أداء مغاير، يعني حقيقة نشعر بالارتياح أنه عندنا منتخب بهذا المستوى. لذلك كل التقدير والشكر للاتحاد، للمدرب والكادر التدريبي، لكل اللاعبين الأبطال. ما صار مجال أن نلتقي باقي الأخوة على الأداء اللي قدمتوه اليوم. إحنا هذا اللقاء رسالة تأكيد على دعمنا للمنتخب، وخصوصا استحقاقاته القادمة إكمال تصفيات كأس العالم. هذا الهدف اللي ينتظره كل أبناء الشعب العراقي، وإن شاء الله يتحقق على أيديكم. وأيضا هو تأكيد على دعمنا للرياضة بشكل عام، اللي حصل من ملابسات في المؤتمر الصحفي. إحنا بلد يعيش جو من حرية الرأي والتعبير، لكن البعض يسيء إلى هذه الحرية ويتصرف بشكل غير مقبول، ما يمد بصلة للعمل المهني والإعلامي. احنا فقط نؤكد على اعتزازنا بوجودك مع المنتخب، ورغبتنا كمشجعين قبل ان نكون مسؤولين في وجودك مع هذه النخبة من الأبطال، حتى تستمر إن شاء الله وتحقق الهدف في الوصول إلى نهائيات كأس العالم. أبناء الشعب لحد الآن يذكرون فييرا المدرب في كأس آسيا 2007. من طبع العراقيين أنه يحبون أصدقائهم اللي يقفون معاهم ويقدمون لهم الدعم. اليوم شعبيتك أكثر من أي مدرب أجنبي تواجد في العراق. كل التقدير لجهودك وجهود اللاعبين الأبطال، يعني فعلا حسستونا أنه عندنا منتخب بصراحة. هاي مو كلمات نريد نطيب بها خواطر، لا، هذا تقييم. يعني إذا نريد نقول لكم أكو فد أداء مو زين، والله نحكي، بس أكو خفوات، أكو أخطاء موجودة هذا، بس بشكل عام عندنا منتخب. الآن المنتخب مختلف تماما عن السنوات السابقة، وأنا أتكلم كمتابع وبشهادة كل المختصين. منتخب عنده إمكانية وفرصة أن يثبت جداره ويكون من ضمن المنتخبات اللي تلعب في كأس العالم إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة الرئيس، شكرا لاستقبالك، لدعمك، لاهتمامك، لتواصلك ويانا بشكل مباشر، واللي كان إلى حقيقة الأثر الكبير في رفع الجانب المعنوي وتهيئة اللاعبين للدخول في هذا المحفل الكبير. أيضا الدعم الكبير اللي يلقى المنتخب الوطني من أبناء شعبنا وجماهيرنا الوفية اللي عزت المنتخب، إن كانت في الدوحة، إن كانت في بغداد وبقية المحافظات. فبالتأكيد أنه كان له أثر. حقيقة إحنا نأسف على ما حصل، يعني من خروج مبكر من يعني من دور 16 ما كنا أنه يعني نتمنى أنه يصير اللي صار، لكن هاي كرة القدم. ويمكن أنا ما أريد نقول فقط صح، كانت قرار طالب كبير يتعرض للمنتخب الوطني يسبب في خسارة المنتخب، لكن أيضا هاي المباراة سيادة الرئيس فيها دروس كثيرة. وإحنا يمكن تحدثت أنا والمدرب ما يقارب الساعة في اليوم الثاني أكثر من ساعة، كنا نبحث كل الأمور أنه حتى لا نوقع في مثل هذه الأخطاء مستقبلا، ونتهيأ بشكل أفضل لاستعدادات تصفيات كأس العالم اللي راح تكون عندنا إن شاء الله في شهر آذار المقبل يوم 21 عندنا الأول الفلبين، وبعدها نسافر إلى الفلبين أيضا بإقامة مباراة ثانية يوم 26. أنا حقيقة سيادة الرئيس اجتمعت مع اللاعبين يعني برغم الحزن اللي أصابنا بعد المباراة والذوق، لكن يمكن متابعتك
اتصال دولتك بينا، وايضا التغريده اللي طلعتها انه خلتني افكر على الفور انه المرحله القادمه هي اهم من المرحله اللي انتهت انتهت. فلذلك اجتمعت باللاعبين وشكرتهم على ما قدموه من يعني من اداء داخلي، لكن نفس الوقت انه طلبت منهم انه يكونوا مستعدين اكثر، انه هاي البدايه الحقيقيه للكره العراقيه، يجب ان نستعد لتصفيات كاس العالم. لذلك انا اعتقد يعني اللي صار اكرر اعتذاري واسفي نيابه عن الاتحاد وعن الكادر التدريبي وعن اللاعبين لدولتك ولشعبنا العراقي ولجماهيرنا، لكن احنا نوعدكم انه احنا راح الجميع يبذل كل ما يمكن لاسعاد شعب. فشكرا جزيلا سياده الرئيس. ما قصرت وفانت اعضاء الاتحاد يعني موقفهم داعم، هذا كلها جهود فريق عمل. Me gustaría dar las gracias al primer ministro por el recibimiento y como ha dicho Mr. Hernán también por todo el apoyo que hemos recibido durante el campeonato. أحب أشكر حضرتك سيادتك طبعا على هذا الاستقبال، وأيضا بأكد على كلام كابتن عدنان، دعم حضرتك المتواصل أكيد شيء مهم جدا وعامل مساعد لنجاح الفريق. He sido deportista y sé que para los jugadores escuchar de voz del primer ministro todo el apoyo es importante porque sientes que el país está detrás tuyo y te está respaldando. أنا شخص رياضي وأعلم أهمية إن لاعب كرة قدم يسمع صوت رئيس الوزراء أو دعم الحكومي، ويعلم أن الشعب بالكامل أو الدولة بالكامل تقف خلفه. Yo me siento muy orgulloso de representar a para mí ahora mismo como si fuera un ciudadano.